صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة ينزل معها ماء خفيف دائم في أوقات الطهر كلها، وهذا من قديم منذ 10 سنوات، فما حكم ذلك وهل يؤثر؟ نعم، هذه مثل اللي حدث دائم، عليها لا تتوضأ إلا عند الصلاة، تستنجي، تضع شيء على الفرج يمنع تسرب، ثم تتوضأ وتصلي في الحال، لأنها مثل من حدثه دائم. نعم.